النهاردة اليوم التاني لتأكيل الزغاليل، هنعمل زي ما عملنا امبارح، علف الفراخ أو علف الدجاجة اهو، اللي هو 23% نسبة بروتين. هنحط واحدة على بال ما تتخمر، نحط عليها 3 كوبايات مية زي ما عملنا امبارح، 2 حطينا 3 كوبايات مية، وهنسيبها حوالي من زي ما قلنا امبارح من 15 إلى 20 دقيقة حتى تتخمر، عشان نشوف كمية العلف لما تمتص المية دي كلها. هتبص تلاقيها بقت للآخر كده، لأن العلف بيمتص مية كتير زي ما قلت لكم في فيديو امبارح. طيب على بال ما تتخمر هنجيب الزغاليل نوزنها، بس لو سمحت تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو مكنتش مشترك، فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. دول ال5 زغاليل اللي زغطناهم امبارح، هنزغطهم النهارده لليوم التاني. بس قبل ما نزغطهم برضو وهم على جوع او باللي في حصلتهم زي ما هم، هنوزنهم على الميزان ونشوف ايه فرقت عن امبارح بعد ما زغطناهم ولا لا. وكل يوم زي ما بقول هنوزنهم برضو علشان نشوف ايه التصغير ده بيعمل فعلا ولا ما بيعملش، اللي هو علف التسمين اللي احنا بنعمله مع اجروفيت بلس. هنوزن واحد واحد على الميزان، هنبدأ بالاكبر ده، الميزان نصفره، الميزان بقى صفر. هنحط اول زغلول، بسم الله ما شاء الله 580 جرام، كان امبارح معانا هون مقيد، كان امبارح 550، بقى النهارده 580. الزغلول التاني 530، ايوه 530، ده كان امبارح اخوه اللي هو اخوه كان 500، يعني زاد 30 جرام، كويس جدا. الزغلول التالت اللي هو ال3 الاخوات اللي كانوا مع بعض متحضنين مع بعض في عش واحد، 445، كان 400 اهو. تالت واحد هنشوف اخواته. الزغلول الرابع كان هو دلوقتي 385، هو كان 375، ده ما زادش كتير لان ده كان اضعف واحد فيهم، اصغر واحد. هنبدأ تأكيل الزغليل اهو، اتخمرت شوية على بال ما نتكلم شوية تكون اتخمرت اكتر. شفت الكمية اصبحت ازاي، بدأت تمتص المية كلها وبقت في زيادة كده. قبل ما هنزغط هنضيف عليها جروفيت بلس. كان في حد سألني عن سعر جروفيت بلس، اللتر ده يا جماعة كان ب350 جنيه، معرفش دلوقتي احتمال يكون زاد اهو، 350 جنيه مكتوبة. لكن مش لازم تشتري لتر ولا حاجة، ممكن تشتري ازازة صغيرة زي دي، السنت فيها بنص جنيه، كان بنص جنيه احتمال برضو يكون زاد شوية. طيب هنضيف برضو النقطة الجروفيت اللي احنا بنضيفها كل يوم على خلطة التأكيل، بس كفاية زادت شوية مش مشكلة، ونقلبها كويس جدا. اللي ما شافش الفيديو بتاع امبارح ما شافش السرنجة يا جماعة، فمعلش هنوري له السرنجة برضو. السرنجة دي اهو سرنجة 50 سنتي، اسمها سرنجة قسطرة. اللي ما شافش الفيديو بتاع امبارح، الفتحة بتاعت السرنجة دي كده واسعة بالشكل ده، طبعا داخل فيها الاكل عشان يعدي منها العلف، وفي منها 60 لو لقيته برضو تكون احسن، يعني تكون هتكون اوسع. بس انت تعرفها ازاي ان السن بتاعها ده طويل ومفيش معاها سن للحقن، يعني ما بيجيش معاها سن، هي بتبقى كده بس، لو معاها سن للحقن اعرف ان هي السرنجة مش هي السرنجة. طيب خلاص كده احنا خمرناها زي ما قلت لك حوالي ربع ساعة، لو لقيت ان هي لسه ما خمرتش قوي انا استعجلت، لو لقيت ان هي لسه ما خمرتش كل ما تخمر معاك زيادة شوية يكون افضل. نبدأ نزغط الزغاليل لليوم التاني.
خمس زغاليل بتوعنا نزغطهم لليوم التاني. بسم الله ما شاء الله، احنا عايزين الزغاليل ده يا جماعة تبقى بط، كل واحد عايز كده. ده زغلول الكبير، خد واحدة، حاول نديله التانية كمان، حاول نديله اتنين ان شاء الله ياخد، بياخد سرنجتين عادي، والسرنجة كمان انا ماليها اكتر من 50، يعني اكتر من 60 اهو، شوف ازاي اهو، لا يعني 55 57 كده يعني. هديله السرنجة التانية، اكتر اخد اكتر من 100 سنتي الزغلول اهو، احنا عايزينه يكبر. هنأتي كل مرة طبعا بتقلب قبل ما تسحب، نأتي باقي الزغاليل. ثالث، انت طبعا هتشوف الكمية اللي انت محتاجها من العلف ده، علف الفراخ، وتجهزها. مش انا بعمل على قد الخمس زغاليل، زغلول عمرك ما شفته لما تعمل كده، حجم عمرك ما شفته. هنزغط كلهم بنفس الطريقة، لو عندك 100 زغلول هتلاقيها سهلة جدا. على فكرة يا جماعة، يعني انا مش مخترع الحكاية دي، الناس تقول انت بتحب تزغط الزغاليل ليه، انا شفت الاجانب بيعملوا كده، والاجانب يمكن بيطبخوا لهم كمان، بتبقى مطبوخه الميكس بتاعهم بيعملوه على السخن. الكميه بتاعتنا خلصت، وكانوا محتاجين كمان، يعني لو حبينا نزود لهم بكره نبقى نزود الكميه دي شويه، العلبه دي ما عادتش تنفع لهم. كل ما دام انت بتزغطهم الحصله بتاعتهم هتتسع اكتر وياخدوا اكتر، كل ما ياخدوا اكتر كل ما هيزيدوا لحم اكتر. برضو هنكمل معاهم اليوم الثالث والرابع والخامس، وممكن يستمر الاسبوع. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.